هذا سائل يقول: هناك بعض الناس يحضرون الخواتم من مكة مصنوعة من الفضة، يقولون أن العين تجمع فيها. نسأل الله العافية. هذا هو اعتقاد الجاهلية، خواتم تمنع العين؟ ما تمنع العين. لو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. لو عليك 20 خاتم تصيبك العين إلا من الهرات. نعم، تعلق قلبك بالله لا تعلق قلبك بالخواتم. نعم.